اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان مجمعنا. بدأنا نسأل بعض تفطر إيه النهاردة يا حبيبي؟ جاوب الراجل بقلب جامد ودخل بقلب جامد يبقى لازم يشخشخ جيبه. طاجن بامية باللحمة الضاني يبقى لازم نصرف. ولكن السؤال دايما ست البيت بتسأله بعد العشر الأيام الأولى من الشهر الكريم، تحبوا تفطروا إيه يا أولاد النهاردة؟ جوزها رايح على الشغل، تحب تفطر إيه يا حبيبي؟ بنعزم حد، حابين تفطروا إيه؟ لأن بيبقى اللحمة والفراخ عملناهم، السمك عملناه، الخضار عملناه، ولكن معاك الشيف المغازي مش هتغلبي ولا تفكري. انت بس تتابع البرنامج بتاعنا أكلة أم على شاشة القناة الأولى، وهو طبعا السنة دي مختلف ومتغير فهتعرفي تفكري تعملي ايه. الماتيريال بتاعنا مخرجنا والأساتذة المصورين نستعرضه مع بعض. معانا صدور فراخ، معانا خيار، معانا طحينة، معانا مقادير صينية حلو مش هقول اسمها طبعا. معانا الأستاذة النهاردة ضيفة هتوية اللي هتقول هنعمل ايه الحلويات. معانا سميت ومعانا زبادي ومعانا سمنة ومعانا سكر ومعانا جوز الهند. معانا بتنجان ده صديقي هنعمله النهاردة مسقعة بالطماطم. والمسقعة دي مدرسة وأكلة مصرية لطيفة جميلة من الأكلات اللي كل أم مصرية في الريف المصري اللي بوجه لهم تحية كبيرة، والصعيد المصري بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو، بيبدعوا في عمل المسقعة وخاصة لما تكون من غير لحمة. البعض بيحط لها زبيب، البعض بيحط لها معلقة سكر عشان الحموضة، البعض بيعملها من غير طماطم وهكذا. انا مش عايز اطول حضراتكم لان احنا طبعا من بدايه الشهر الكريم بيكون معانا نجمه من نجوم شاشه القناه الاولى بتكون متواجده معانا في الاستوديو، وبنعرف منها الاسئله وتفاصيلها. والوجه الاخر هي مذيعه شاطره، هي مقدمه برنامج شاطره. عايزين نعرف طبعا هي بتحب تاكل ايه، بتعرف تطبخ ولا ما بتعرفش، بتعرف في الاتيكيت وشاطره في الاتيكيت، لان ممكن تعوض عدم معرفتها بالمطبخ في ان هي تكون بتعرف تعمل اتيكيت قوي وبتعرف تعمل الحاجات اللطيفه الجميله ديت. وده مهم كمان على السفره، العين بتاكل. مش عايز اطول حضراتكم، اكيد عايزين تعرفوا ضيفته النهارده. هي مش ضيفه، هي صاحبه مكان. بعد الفاصل احنا مع بعض، اوعى تروحوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بالتاكيد حضراتكم عايزين تعرفوا النهارده نجمتنا اللي هتنورنا في الاستوديو، ضيفتنا اللي هتنورنا في الاستوديو، النجمه المتالقه وبتحب شغلها جدا ولها تركايه في ترتيب السفره والاتيكيت واهتمامها بالسفره الجميله. بتحب المطبخ، بتحب تاكل، بتحب تتعزم كتير، بتحب تاكل من ايد مامتها كتير، واكتر حاجه طبعا بتحب العزايم في الشهر الكريم. ولكن في الاتيكيت وتنظيم السفره لها نظام خاص ولها تركايه خاصه احنا ممكن نتعلمها منها. معانا ضيفتنا النهارده الاستاذه المتالقه في شغلها وبتقدم برنامج ترند على شاشه القناه الاولى، الاستاذه ريهام الشيخ. اتفضلي استاذه ريهام. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شيف، منوره مكانك. ميرسي، ربنا يخليك. مبسوطه قوي ان انا معاك النهارده. اشكرك، نورتينا ست. ميرسي، بنورك. اتفضلي. احنا بنسن السكاكين ونقطع بقى الشغل كله. يلا بينا. ايه رايك؟ يلا. طيب احنا النهارده مع بعض، اولا انت منورانا في الاستوديو بتاعنا. بنورك. وعارف انك انت شاطره جدا في المطبخ. هتتعلم النهارده من خبراتي اكيد. وهنقول وصفات كتيره، وشاطره في الاتيكيت وتنظيم السفر. مظبوط. وعلى فكره اللي انت مهتم بيه ده كتير المفروض السيدات يهتموا بيه اكتر، لان احنا ممكن نعمل اكله مكلفه كتير، نعمل خروف ضاني، نعمل ديك رومي، ولكن في الاخر مش عارفين نقدمه على السفره بشكل حلو، مش بندي له حقه. صح. فده مهم جدا. وساعات كمان يا شيف عارف ممكن يكون في اكل بجد طعمه حلو قوي موجود على السفره، بس لما بتيجي تحط الحاجه بطريقه معينه ممكن ما يتاكلش لانه مش متشاف، لان مثلا السنتر فيه حاجه معينه. مظبوط. السلطات تبقى في النص بدل ما تبقى على الجنب. ترتيب السفره. ترتيب السفره نفسه بيفرق وبتخلي البني ادم ياكل حاجه اكتر من حاجه. والعين بتاكل. طبعا. بعيد ليه؟ صح. طيب انا معايا ماتيريال النهارده، معانا صدور فراخ وفلفله ملونه، وهي اكله من المطبخ المكسيكي. واو. اظن انا كده ايه؟ حاجه فظيعه. اقول ايه بعد كده؟ لا ولا حاجه. تبقى اسمها ايه؟ الايه؟ قول تاني. صدور فراخ وفلفله ملونه وبتتلف في عيش كده. فاهيتا. طب يعني اقولها بقى خلاص، فاهيتا. هنعمل التشيكن فاهيتا النهارده. اوكي. معانا خيار طبعا، ومعانا توم وزيت زيتون ونعناع. وطبعا الخيار ده بيلعب ادوار كبيره، ممكن يتعمل مخلل، يتعمل في السلطه والفتوش والحاجات دي. فانا عايز اعمله النهارده سلطه. اوكي. هيبقى سلطه الخيار بزيت الزيتون والثوم، حاجه كده مقبلات على السفره وحاجه كده ما بتخنش كمان. سلطه حلو هيلث طبعا، تهتم بالاكل الهيلث جدا. نيجي بقى لو انت قلت الحلو ده يبقى برافو عليكي. معانا سميت ناعم وزبادي وسكر وجوز الهند وسمنه بلدي. بسبوسه بالسمنه والسكر بسبوسة. والعسل. حلو، هنعملها النهارده، ودي حلويات رمضانيه طبعا. نيجي بقى للطبق الرئيسي بتاعنا النهارده اللي يعني صديقي وبحبه جدا،
في الفطار ممكن نلاقيه موجود وفي السحور كمان. البتنجان احلى حاجه في الدنيا. ايوه انا بحب البتنجان جدا. اي طيب معانا بتنجان ومعانا صوص طماطم عايزين نعمله النهارده حاجات كتيره يعني مش حابه نعمله ايه. بص انا البتنجان ده انا باكله ب 600 طريقه. حلو. يعني باكله في السلطه وباكله مسقعه موسوعه ده في الطريقه طبعا. واكله مصريه احنا نبدع فيها المصريين بس احنا رمضان بقى فخلينا مسقعه ويا سلام لما تتاكل بارده تبقى لطيفه كمان جدا. طيب تمام هنبدا بقدير اول حاجه هنعملها مع بعض البسبوسه بصراحه لان لازم اعملها وادخلها الفرن. اوكي عشان تاخد وقتها كده ونشوفها. ممكن نشوف مقادير البسبوسه مع بعض واحنا شغالين في البسبوسه. في اسئله كتير محضرينها للاستاذه ريهام الشيخ النهارده ضيفتي مقدمه برنامج ترند. طبعا قول لنا السوشيال ميديا ده شغلك اللي هو السوشيال ميديا وايه اللي بيحصل في السوشيال ميديا دلوقتي وخاصه اللي يخص الاكل. خلينا نتكلم في الحته بتاعتنا. انا عايزه اقول لحضرتك ان ده مجال كبير جدا يعني انت عندك مثلا السوشيال ميديا بقت مش بس ان انت ازاي تطبخ بيعلموا طبعا ان انت ازاي تطبخ وازاي تعمل حاجات حلوه وازاي تعمل اكل دايت وازاي تعمل اكل مش يعني اللي هو احنا بناكله العادي اللي هو السفره الشرقي. كل انواع الاكل المختلفه اللي هي موجوده في بلاد مختلفه يعني بتنور لنا بتخلينا نزور كل البلاد واحنا قاعدين في مكاننا بالظبط. وبيعلموا بطريقه دايما تكون سهله وكده. حلو. وبعدين يجي الجزء الثاني بقى اللي هو بتاع ان مثلا عندك ناس مختصين في تصوير الاكل فقط. حلو. يعني انت مثلا بتجيب مصور يجي مثلا المطعم بتاعك ومش ان هو ياكل ان هو يصور لك الاكل يعني مثلا يقول لك اللون ده يتحط جنب اللون ده عشان الصوره تطلع شكلها احلى وده مطلوب طبعا. يعني في التسويق كمان مش ساعات بتبقى مثلا فاتح الانترنت. حلو. وبتلاقي ان انت مثلا ايه ده المطعم ده اكيد شكل الاكل بتاعه حلو انا عايز اطلب منه. حلو. عن محل تاني لان هو مثلا متصور الاكل بطريقه معينه فمخليك ان انت عايز تاكل من الاكل ده. حلو. وفي حاجات كتيره يعني انا طيب نطلع من السوشيال ميديا. السؤال المعتاد دايما بنساله لكل ضيوفنا ريهام الشيخ بتحب تاكل ايه من ايد مامتها في اول الشهر الكريم؟ احنا عندنا الايام الاولى طبعا اول يوم ده يعني الواحد بيكسر فيه اي دايت. حلو. لازم ناكل الاكل ده يعني ناخد اجازه من الدايت بالظبط. حلو. لازم يكون على السفره في ملوخيه. حلو. وفي ورق عنب. حلو. وفي جلاش باللحمه المفرومه ومامتي بتعمله احلى حاجه في العالم. ده بقى اكل ماما ده مش احلى حاجه احلى حاجه في الدنيا. أيوة كلها. أيوة صح. حلو. وبتعمل ايه تاني حلو قوي؟ بتعمل حمام. بس في اكله لما بيجي رمضان انا عارفه ان انا هاكلها بكره على الفطار اول اكيد يوم. الجلاش اللي باللحمه المفرومه اللي هي بتعمله ماما مبدعه فيه. حلو قوي. بتحب تاكلي من ايديها الجلاش؟ بحب اكل من ايدها كل الاكل بس يعني ده عندي بالتاكيد برضه لازم حاجة. ماما لما انت تخش المطبخ ماما تحب تاكل ايه من ايد الاستاذه ريهام؟ ما اعتقدش ان هي هتحب. السؤال الصعب. ما اعتقدش ان هي هتحب خالص يعني ما فكرتيش. بص هو صعب ان هي تاكل من اكلي لان انا معظم الاكل وهي اتعلمته معايا. حلو. الاكل اللي هو الدايت. انت مهتمه يعني جدا بالاكل الهيلثي. يعني بحاول على قد ما اقدر طبعا بيجي وقت في النص ببقى نفسي اكل الاكل التاني. حلو. بس هي كمان اتعلمت معايا شويه الاكل الدايت علشان تقدر تساعدني وكمان تساعد نفسها. ف مش هقول لك ان طول الوقت بيبقى يعني طالما اكل دايت يبقى لازم خضار سوتيه بكل مشتقاته. وعلى فكره ساعات المشويات بس ساعات بتساعدني مثلا ان هي ممكن تلاقي نفسي ان انا في حاجه قوي كده نفسي اكلها قوي وهي اكله مش دايت مثلا. حلو. ما بقتش تعملها لي بالطريقه اللي كانت بتعملها قبل كده علشان تقلل فيها شويه الاكل اللي هو اللي بيتخن يعني. فاتعلمنا مع بعض. وعلى فكره دلوقتي كمان دكاتره الدايت لما بتروح لهم بقوا مش يقولوا لك بس تاكل ايه يعني بقوا يقولوا لك تاكل ايه وتطبخه ازاي. حلو. يعني ازاي ان احنا نقدر ان احنا نستفيد من الحاجات اللي بناكلها سواء بنعمل خضار سوتيه لحوم مشويه فراخ مشويه. ايه رايك في البسبوسه اللي بعملها دي؟ لا شكلها حلوه قوي. شفت العجينه دي لازم تكون بالسماكه دي لازم تبقى تخينه. انت بتحب الحلويات؟ انا بعشق حاجه اسمها الحلويات. حلو قوي. يعني بالنسبه لي الحلويات ايه الحلويات الرمضانيه اللي تحبيها اكتر؟ يعني بحب الجلاش. طبعا رمضان يعني القطايف. قطايف بالقشطه قطايف بالمكسرات قطايف بكل حاجه. القطايف بكل تفاصيلها بس بحب الصغيره. الميني قطايف الصغيره العصافيري سموها القطايف العصافيري. ايوه بحبها قوي. الجلاش طبعا البسبوسه البسبوسه دي بسبوسه انا بعمل بسبوسه النهارده في تركايه كده. ايه هي بقى؟ عايزك يعني تقوليها لمامي. قولي معلقة الطحينة اللي بحطها في أرضية الصينية. بتعمل إيه بقى؟ يا سلام انسجام الطحينة مع خليط البسبوسة. الطحينة دي طبعًا زيت الإيه؟ السمسم. أوكي. طحينة بزيت السمسم؟ لا الطحينة دي بتطلع من السمسم. أوكي.
فالمزيج بتاعها بعد ما تستوي وتتكرمل مع صينيه البسبوسه هتبقى انت عايزه تاكلي البسبوسه من تحت اللي هي الايه الحته اللي بتبقى دايما في ارضيه الصينيه. شفت الطحينه دي كده؟ ده الجديد بقى، مش سمنه دي طحينه. والبسبوسه فيها مكوناتها سمنه بلدي تخن كنافه تخن كتير. ايوه انت اي حاجه فيها تخن كتير بالنسبه لك عدوه يعني. لا طبعا انا بحب اكلها ويعني لو انا كنت مثلا ما بعملش دايت ويعني بحاول اخد بالي على قد ما اقدر من الاكل الصحي حلو كنت عشت عليهم يعني انا بموت في الحلو. طيب طيب احنا يعني بما انك انت رشيقه وبتهتم بالاكل الصحي وبتحب الاكل الهيلسي ودايما بتتكلمي عنه، ايه نصيحتك لكل الناس اللي عايزين يعملوا اكل هيلسي او يعملوا جيم؟ يعني اول حاجه الناس دايما معتقده ان انت تعمل دايت يعني انت تجوع. حلو. ده مش حقيقي. يعني يمكن انا لما بعمل دايت باكل اكتر وجبات اكتر من الايام العاديه. حلو. بس انت بتاخد في النص مثلا حاجه زي فاكهه. حلو. بتفطر الصبح اكل فيه بيض وفيه فول على فكره، او بيض يعني بيض او فول. حلو. ومعاه مثلا عيش بني ومعاه سلطه خياره طماطمايه متقطعه. بعدين بعد كده مثلا تيجي في النص تاخد سناك مثلا اي فاكهه. بعدين بعد كده بتتغدى مثلا الرز. على فكره انا اكتشفت الرز ده مثلا الرز على فكره مش مضر ابدا خالص. بس استخدمه صح بس احنا اللي بنقزيه. انا بعمله بويلد وعلى فكره طعمه بيطلع حلو قوي. يعني احنا لما نحط على الرز المعمر مثلا سمنه بلدي وقشطه كده احنا بهدلناه يعني ما بقاش دايت خالص. بس بعدين تاخد سناك تاني، تاخد فاكهه تاني، تاخد واحده زبادي لايت تاني. يعني انت بتاكل على مدار اليوم، تتعشى برضو. هتتعشى على فكره، كلنا هناكل ثلاث وجبات ويمكن زياده. بس اهم حاجه ان احنا ننظم الاكل بتاعنا. بالظبط، تنظمه وتشرب ميه كتير. الميه دي يعني حلم. هي بتحسن من كل حاجه، بتحسن من جلدك، بتحسن من الضغط. انت عارف حضرتك ان لما مثلا انت ضغطك يكون عالي او واطي وتشرب الميه المطلوبه من جسمك تظبط لك ضغطك. تظبط الضغط. يعني هما دايما يقولوا انت محتاج تشرب 3 لتر، يعني 6 ازاي صغيرين. حلو. وده طبعا بيكون شويه صعب. انت بتشربي قد ايه تقريبا؟ مش بقدر اشرب ده كله، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا مثلا اشرب 4 ازاي صغيرين، يعني حلو. مثلا قول 2 لتر. حلو. في اليوم؟ في اليوم. طبعا في ايام ثانيه باجي على نفسي شويه بعايز اشرب زياده. بس لما بفشل بيبقى تقريبا 4 ازاي صغيرين في اليوم. حلو. انت بقى شايف بتشرب ميه كتير؟ انا والله موضوع الميه ده كويس بالنسبه لي برضو، بس يعني ايه مش مهتم بيه جدا يعني. يعني برضو زي اي حد في على السفره لازم اشرب ميه، اشرب عصير فريش بهتم بيه. شفت صينيه البسبوسه الجميله؟ شكلها حلو. خلصت اهي زي الفل. تقدري انا بص في رمضان الامانه للمهرجان اللي حاصل دلوقتي للكنافه والبسبوسه احبها ساده. دي صينيه بسبوسه ساده. اوكي. البسبوسه تطلع من النار تشرب شربات سخن بسمنه بلدي تبقى رهيبه. أكيد. دايما البسبوسه غير الكنافه، تطلع من الفرن هي سخنه لازم تاخد الشربات سخن. بس انت عارف يا شيف ان انا اول مره اعرف ان هي بتتقطع قبل ما بتدخل الفرن، يعني دايما بفتكر انها بتتقطع بعد، بتبقى على بعضها صحيحه؟ لا هي قصه ان احنا نقطعها التقطيعه دي بنحددها لما نيجي بعد ما بتستوي بقى لازم كمان تقدميها بنفس الطريقه دي. يبقى شكلها حلو احلى واسهل. وبتبقى كمان واخده شكل حلو عشان لما نسقيها الشربات هتاخد تفاصيل كتيره يعني. نقدر نحط لوز، نحط بندق، نحط فستق اللي احنا حابينه يعني. أوكي. هندخلها الفرن اهي زي الفل. تمام. خلصنا من البسبوسه. وداعا للبسبوسه. باي باي بسبوسه. باي باي بسبوسه. بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل. ومعانا النهارده القمر الجميله المتالقه في تقديمها لبرنامج ترند، الاستاذه ريهام الشيخ. والله عارف مش هنسى يا شفيق. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اسئله كتير واجوبه كتير وتفاصيل عن المطبخ بتاعنا وضيفت النهارده الاستاذه ريهام الشيخ. اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. جينا لحضراتكم بعد الفاصل، عايزين نعمل مسقعه البتنجان اللي انت بتحبيها. بموت فيها. لا البتنجان انا بعشقه بكل تفاصيله بقى، مقلي، يتعمل بابا غنوج، يتعمل متبل، يتعمل مقلوبه، حاجات كتيره يعني تحفه. انا باكله بكل الانواع. كل الانواع بحبه جدا. والمخلل بالذات ومليان طبعا مخلل. قيمه غذائيه اكسده بقى ومضادات اكسده والياف وشغل عالي قوي. مظبوط. طيب نعمين. طيب تعالي يا استاذه ريهام بس بيقول بيطلبوا مني في الكنترول الاستاذه ريهام تطلع لنا
البقدونس من الحاجات ديت. دي تشكيله خضار دايما موجوده في المطبخ. أوكي. المطبخ يعني بقدونس وكزبره وشبت ونعناع، وانت عارفه دي لازم حاجات في ليفر يعني. أوكي. انا خليه جنب حضرتك كده. وهو بيقول لي دلوقتي خليها تطلع لنا البقدونس. طيب خلينا نمشي واحده واحده. حلو. دي نعناع. ده استاذ دي ايه دي؟ ده يعني نعناع. ده نعناع مظبوط. لا بجد ده ايه؟ لا والله نعناع صح. طب انت هتضحك عليا ليه؟ طب ماشي. طيب ودي كزبره. مظبوط. اوكي. استني واحدة واحدة يا فندم. إيه؟ تعالي. في ايه؟ كزبرة تزعل. ده الكزبرة دي هي عشق الملوخية. شبت بهزر معاك روعة. لا 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 انت بتغشش ولا يا شفيق؟ ليه هنا بعد استاذ ايهاب بتغشش؟ ماشي اوكي. دي بقى ايه؟ قول انت بقى. عارفها؟ دي ايه؟ دي اللي انت سألت عليها. لا النعناع خلاص انا طلعت النعناع. دي اسمها ايه؟ دي بقدونس. لا دي كزبرة. دي كزبرة. دي كزبرة. اوكي. ما زبتش بقدونس تبقى كزبرة. ما هم كلهم شبه بعض يا شباب حرام عليك. لا مفيش حاجة تانية. في حاجة تانية؟ ده جرجير. جرجير. لا ده جرجير. 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 ده شاطرة شاطرة يا شفيق. شفت بقى؟ طيب هنشتغل مع بعض في طبق المسقعة بتاعتنا. طبعا البتنجان عندنا متحمر وجاهز. وتعالوا نرص البتنجان ده كده. ايوه بما انك انت مهتمه بالاكل الصحي. عايزين نعرف من حضرتك فوائد البتنجان. لا البتنجان مليان قد كده فوائد يعني. وباي طريقه يتعمل. الاكسده والفيتامينز اللي فيه مليانه وكتيره جدا. في حديد. في ايه تاني؟ الياف فعاله. الالياف بتاعته مهمه جدا. جدا. بيعالج مشاكل الامساك. بس هو هي. جانب الحديد. انا عايزه مضادات اكسده. بس انا عايزه اسالك بقى سؤال. اتفضلي. انت بتحب تاكله ازاي؟ بحب اكل بتنجان بالطريقه دي اللي قدامي دلوقتي زي ما هو كده. زي ما هو كده اللهم اني صايم. زي ما هو كده فص توم ني قرن فلفل حار عصره ليمون زيت زيتون واجي دقيهم في ايدي الهون واجي حاططهم على البتنجان زي ما هو. وبقى يعني محدش يحشنا عنه شويه العيش البلدي بتوعنا. زي الفل. لا انا بحبه. هو البتنجانه دايبه في ايدي ازاي؟ مستويه ازاي؟ شكلها حلو قوي. دي طعميه بقى معاها وسحور ما اقولكيش. وعلى فكره البتنجان مش بيعطش بجد. انا بقى افتكرت يعني ان هو بيعطش. لا بالعكس من الحاجات اللي احنا ممكن ناكلها في السحور ومش تعطشنا. شفتي دي كده حقيقي يعني يا شيف ان اللي بيطبخ ما بياكلش. لا اللي بيطبخ بياكل. لازم ياكل. لازم يكون ذواق. واذا هو مش ذواق مش هيبقى شيف شاطر اكيد. أيوة. بس انا بتكلم ان بيقول لك دايما اصل اللي بيقف في المطبخ كتير على وقت الاكل ما بيقدرش ياكل ان هو بيكون ده هنا معلقه عشان يظبط الملح ده هنا معلقه عشان يعني بتاكل؟ لا طبعا لازم اكل ولازم اهتم بالاكل ولازم احب الاكل. طبعا. ولازم اكون اكيل وفاهم الاكل ده بيتعمل ازاي. ده مهم جدا على فكره. يعني زي ما انت حضرتك كده شاطره في شغلك تقدري ان انا اي سؤال اساله في خصوص عمل حضرتك السوشيال ميديا ومتابعه السوشيال ميديا واللي احنا فيه دلوقتي اكيد هتجاوبي بلباقه وبكل مزبور. احترافيه يعني. شايفه البتنجان اترصت ازاي؟ ايوه. طبعا المسقعه دي بقى اعصابها ودلعها وهشتكتها بالقرن الفلفل ده. بص هو ده. ايوه بس طبعا. خلاص. وتحط ايه بقى تاني؟ نعمين. هتزود. شفت الطماطم بقى دي؟ ده صوص طماطم معتق بقى عباره عن طماطم مضروبه في الخلاط واخده فص ثوم متحمر في زيت زيتون. اوكي. على فكره الاكله دي صيامي. الاكله دي صيام عشان اخواننا المسيحيين. كل عام وهم بخير طبعا. جاي هنفطر طبعًا. مع بعض ونعمل مفاجآت كالعاده على شاشه القناه الاولى واطباق مميزه باذن الله. ودي صيامي معموله بزيت الزيتون. معموله بطماطم فص ثوم لطيف وجميل واخده فليفر من البابريكا الملح والفلفل. سنه كمون صغيره عشان مشاكل البتنجان. وندخلها الفرن. ولكن انا بقى شفت سنين الخبره دي كلها اتعلمت تركايه طبعا من الاستاذه هبه حسين. جت نورتنا هنا في البرنامج. ايه هي بقى؟ ايوه دي طبعا عارفه الاستاذه هبه دي مقدمه النشره الاخباريه على شاشه القناه الاولى. ايوه طبعا. الزبيب في قلب البتنجان. لا دي انا عمري ما جربتها بصراحه. دي نعلمها. دي بقى نعلمها لكل ال اوكي. الزبيب وجوده هنا بيغنيك عن السكريات. اوكي. انا حاطط معلقه سكر طبعا في صوص الطماطم. اوكي. ليه السكر اتحط مع الطماطم يا استاذه ريان؟ ليه؟ علشان يمنع الحموضه بتاعه الطماطم. اوكي. ويعالج مشاكل الحموضه لان الطماطم غنيه طبعا بالحموضه والاكسده فبتعمل حموضه مع اللي عنده ارتجاع مريء مشاكل مع القولون. فاحنا نحط معلقه سكر معاه كده باي حموضه. اوكي. مع الصلصه بالزيت. أوكي. فهي حطت زبيب. فدي حاجه جديده نعلمها للشيفيه. شفت ازاي الحاجه بتطلع حلوه ازاي؟ بتحب المطبخ. هندخل دي الفرن زي ما هي كده. هندخلها الفرن. ومن جور السعيد يسعد. ايه رايك تبص على البسبوسه بالمره؟ يلا. بص على البسبوسه وبص على مسقعه البتنجان كله في الفرن. بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل. حلو. هناخد بعضينا نطلع فاصل ولا نكمل حبين؟
مداخله مين؟ قولي لي انا معاك اهو. السفره بتاعتي يكون عليها الاكل كل يناسب كل افراد الاسره، صغير وكبير وامهاتنا وابهاتنا. يعني ما نعملش الاكل، ما نبقاش انانيين، نعمل الاكل بيحبه مثلا جوزي بس او مامتي بس او حماتي بس وهكذا. انا بحب كمان تنوع. يا شيف ان مثلا احنا مثلا عازمين ناس كبار حلو، والسفره مش هتقضيهم حلو، بنعمل سفره صغيره كده اللي هي زي الترابيزه اللي بتقفل وبتتفتح للصغيرين على جنب لوحدهم، بيقعدوا كلهم ياكلوا مع بعض. فكره حلوه دي. والكبار بيقعدوا على الترابيزه الكبيره، واكل الاطفال دايما يعني مش هنختلف فيه. يعني مثلا انت عندك الباني كل الاطفال بتحبه، الكفته كل الاطفال بتحبه، الملوخيه مكرونه بشاميل كل الاطفال تحبها بالظبط، الملوخيه، المكرونه البولونيز السباجيتي، كل ده الاطفال بتاكله وبتحبه. ف يعني مش هاخد الريسك ان انا اعمل حاجه ممكن طفل ما ياكلش فيها لو في كبار وصغيرين جايين. حلو. بالنسبه للكبار بحب دايما ان انا انوع في الاكل علشان اللي ما بياكلش حاجه ياكل التاني. يعني مثلا واحده ما بتاكلش ضاني، حلو، بحب نعمل لها كفته كندوز، نعمل كفته. ممكن اعمل كمان على فكره، ممكن مثلا اعمل حاجه تشيكن بالوايت صوص، حلو، ما دام علشان اللي ما بياكلش ضاني ياكل مثلا فراخ او ياكل كفته، حلو، اللي ما بياكلش جلاش ياكل مكرونه بالبشاميل، حلو. يعني لازم تعمل من كل حاجه حاجتين، ونحط في الاعتبار في كبار السن على السفره طبعا، نعمل الاكلات اللي هي سريعه المضغ وفي نفس الوقت سريعه الهضم، اللي هي ما تتعبهمش وهم قاعدين على السفره بتاعتنا. مظبوط. دي مهمه جدا ان الاكل يكون برضو فيه سلطات. انا بالنسبه لي الشوربه اساسيه في رمضان، عشان هي كانت بتسالني برضو على اتيكات السفره. في رمضان الواحد يحب يكسر صيامه اول حاجه بالشوربه، مش بالحاجات الساقعه قوي. وعلى فكره بيقول لك كمان الشوربه مش المفروض تكون سخنه مولعه، لان السخن المولع ده برضو على غيار الريق ما بيكونش كويس. ده مش كويس، ده ممكن يعمل مشاكل كبيره. بالظبط. الاستاذه ريهام بقى من هوايه ان هم بتعزم حد، من الاتيكيت ان انا اتصل بيهم واقول لهم تحب تاكلوا ايه مثلا على الفطار لو قريبين، ولا اجباري اعمل اللي موجود في الثلاجه؟ لا مش اللي موجود في الثلاجه. انت لو هم قريبين مني ده يعني لازم. معظم الوقت هكون اصلا عارفه هم بيحبوا ايه. بتبقى عارفه ان هم اكيد يعني على مدار الوقت والسنين بتبقى عارف صحابك بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. فاجئهم ده كويس برضه. وفي نفس الوقت ممكن اعمل لهم اللي هم بيحبوه وازود عليه حاجه جديده مثلا هم ما يعرفوهاش، ونجربها مع بعض ونفاجئهم. بالظبط. ويا سلام لما تكون عازمه حماتك وعارفه ان هي مثلا بتحب مثلا الكشك الصعيدي مثلا. يا حماتي انا عايزه اقول لك على حاجه بقى يا شيف. الناس كلها بتنهار مني ان انا ما بحبش الكشك. بجد؟ تخيل. يعني الكشك دي اكله من الريف المصري واكله رمضاني. ومليان كالوريز. طبعا ما بتعمل من القمح، بتعمل من الدقيق والزبادي. حلوه بس ما اعرفش ليه يا شيف ماليش فيه. اللي بموت فيها سلطه البنجر. سلطه البنجر بموت فيها، بحبها قوي، بحب البنجر جدا على فكره، بتعالج الانيميا. طب قول لي كده مقدارها بسرعه. طيب قبل ما اقول سلطه البنجر بتعمل ازاي، ايه رايك في لون الفاهيتا؟ خطيره خطيره الالوان، تجنن اصلا. هي عايزه صوره لوحدها. ايوه تشكيلته مقاديرها على الشاشه. دجاج متقطع شرايح، فلفل الوان متقطع شرايح، خبز فاهيتا موجود معانا ما لقيتهوش، واحتمال ما تلاقيهوش عشان سعره غالي شويه ومش متواجد دايما. تجيبي خبز الشراكه او خبز السوري او الخبز البر، ده جميل يتعمل فاهيتا بقى لطيف، او العيش الشامي. عارفه ده طبعا الاستاذ ريهام بتاع الشاورما. ده بتاع الشاورما، ده لطيف جدا على فكره. ونجيبه نص سوا كده عشان نعمله سندوتشات. بتاخد بصل، بتاخد ثوم، بتاخد زيت زيتون، ممكن البعض بيحط لها جبنه شيدر صفراء، البعض بيحط كريمه او كريمه حامضة لبنه حسب الرغبه يعني. ولكن السؤال استاذ ريهام، سلطه البنجر، نجاوب على السؤال. سلطه البنجر، سلطه البنجر، البنجر يتجاب اهم حاجه طبعا، بما انك انت بتحب النظافه والترتيب، يتغسل قبل ما نسلقه. اوكي. المشكله اللي بنقع فيها ان احنا بنغسل البنجر بترابه وبطينه، وتبقى الميه مخلوطه بالطينه والرمله وجوه السله. أوكي. او البطاطس. فاحنا يا اخوانا لازم البنجر يتغسل كويس قوي قوي قبل ما نسلقه. وبعد ما يتغسل كويس يتسلق، نسيبه لما يبرد، نشيل القشره بتاعته، وبعدين نقطعه بالشكل اللي احنا حابينه، ويتحط له معلقه سكر، شويه زيت زيتون، ويا سلام لو حطينا زيت سمسم يبقى لطيف. ينفع نحط عليه خل؟ هو مش مرغوب فيه الخل قوي. ليه؟ الخل بيكسر السكريات اللي موجوده فيه. اوكي. البنجر بطبيعته طبعا منتج جيد جدا للسكر، فطبيعته فيه سكريات. ليمونه؟ لا، ليمونه مع زيت زيتون، خدوته في حته ثانيه خالص. اوكي. فص توم ني يبقى لطيف. ويا سلام لو عملت سلطه البنجر بالافوكادو. هتدعيلي. انا بحب قوي الافوكادو. اعمليها وجربيها وقولي للشيف البوغازي دي فكرته. ماشي. جيب البنجر والافوكادو اضربهم في الكبه مع فص توم وزيت زيتون. هتدعيلي بجد وتعملي زي سلطه حمص ده كده. دي سلطه تجنن. انا كمان. انا جوعت قوي. نطلع فاصل؟ حابين؟ يلا. الفاهيتا على نار بتستوي، معانا ربنا.
معين. البسبوسة في قلب الفرن نبص عليها، بسبوسة بالسمنة والسكر والعسل، صينية بتنجان بتتكلم مصري مسقعة في الفرن. هنرجع بعد الفاصل مع سلطة الخيار ونقدم الأكل بتاعنا، وضيفتي الجميلة النهاردة المتألقة في برنامج ترند بتقدمه على شاشة القناة الأولى وشاطرة جدا في الإتيكيت وتنظيم السفرة، وده مهم ومطلوب قبل ما نتعرف وقبل ما نعرف إن إحنا نطبخ، ده مهم جدا على فكرة. ضيفتي طبعا الأستاذة ريهام الشيخ، أوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع ضيفتي ونجمتنا النهاردة مقدمة برنامج ترند على شاشة القناة الأولى ومتابعة السوشيال ميديا و تكنولوجيا السوشيال ميديا، الأستاذة ريهام الشيخ. أهلا ست الكل. أهلا بيك يا شيخ المتألقة اللي بتحب شغلها. ربنا يخليك. قولي لنا يعني السوشيال ميديا رايحة بينا على فين؟ هو احنا بقينا في حاجة أساسا غير السوشيال ميديا؟ احنا فين أي حاجة في الدنيا؟ مفيش حاجة غير السوشيال ميديا دلوقتي. أنا عارفك شاطرة فيها قوي. وبعدين أنا عايز أسألك أنت سؤال، بتتفرج على التلفزيون؟ بتفرج طبعا. بتتفرج؟ القناة الأولى دي أساسي. لا طبعا. فطار، غدا، عشاء. دي شغالة عندنا في البيت كل يوم. بس غير كده بتتفرج؟ بتتفرج. بس على فكره انت واحد من الناس القليله جدا اللي لسه بتتفرج على التلفزيون. يعني السوشيال ميديا لها حته معينه انا معاك فيها. بس ما تغنيش عن التلفزيون اكيد. بس عارف الموبايل بقى في ايدك اكتر من اي حاجه في الدنيا. مزبوط. واحنا بره في الشغل، واحنا بره في الطريق، واحنا بره زهقانين في ميعاد دكتور مستني. بالعكس، ده هي حرمانه من اسرنا وحرمانه طبعا من صله الرحم. ويعني ابعت واحد تورتايه من اللي يا اخوانا روح على محل الحلويات واعمل التورتايه، شيل على كتفك وديها لماما، خلت الحياه اسهل، وديها لاختك، وديها لحبيبتك، خلت الحياه اسهل. اوكي ورد. لا انا ضدها. لا بص يا شيف، يعني انا هقول لك على حاجه. انت دلوقتي السوشيال ميديا بغض النظر ان طبعا التليفون شخصيا انا مش خلينا نبعد عن الاهل والصحاب والكلام ده، كل واحد ماسك موبايله، حتى واحنا قاعدين بيخرجوا في حته ياكلوا او يتعشوا او يتغدوا. مزبوط. كل واحد بموبايله. لكن في نفس الوقت هي سهلت علينا حاجات. سهلت علينا حاجات كتيره جدا. وهي يعني شويه نقدر نقول ان هي بقى هي وفرت البنزين يا فندم. وفرت البنزين. انا هسيبك النهارده يا شيف تقول اللي انت عايزه. هقول لك بجد بجد، يعني بدل ما تروحي مشوار تروحي مثلا مدينه نصر تفطري مع ماما، ماما والله كنت جايه في الطريق والطريق زحمه. خلصت في رساله، ده حتى مش مكالمه، ما ينفعش. ليه؟ السوشيال ميديا نستغلها صح يا اخويا. لا طيب انا رحت الصين، سافرت العالم كله، بيستغلوا السوشيال ميديا صح. بيستغلوها في شغلهم وبس. مش في الهري والعك طبعا اللي احنا شايفينه. ليه؟ في على السوشيال ميديا حاجات كونتنت حلوه قوي يا شيف برضو. يعني في ناس بتقدم محتوى على السوشيال ميديا فعلا 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 يستاهلوا ان هم يظهروا ويبانوا ويتعرفوا وان الناس بتستفيد منهم. وفي طبعا كونتنت تاني او محتوى تاني بيكون ملهوش بيطلبوا مني حضرتك. هتشوف الاستاذه ريهام الشيخ تمسك السكينه ازاي وتقطع طبق سلطه ازاي. سجل التاريخ. اتفضل. في ناس كتير قوي هتنبسط بال اخد منك تانية يا شباب. عندك موجود يا فندم. طبعا الاستاذه ريهام الشيخ من هواة السفر. قوي. بتحب السفر؟ بموت في السفر. تحب تاكل ايه؟ بتسافر البلد اللي فيها اكل حلو ولا بتحب تاكل ايه لما بتسافر؟ بص يا شيف بصراحه فضل. لا يعني مش بسافر البلد مخصوص عشان الاكل. طبعا دي اساسا انا بهزر. بس طبعا في نفس الوقت بموت في حاجه اسمها ان انا اجرب الاكل اللي هناك. حلو. وبصراحه انا حظي دايما كان حلو في السفر او في المطاعم اللي انا بروحها. حلو. ما خيبوش ظني. حلو. بس يعني اكتر بلاد كنت بحب قوي الاكل بتاعها ممكن فرنسا، اكلها يجنن. ايطاليا اكلهم تحفه، خصوصا الباستا. والبوراتا بتاعتهم. وشرب الجبنة. البصل، جبنه البوراته وشوربه البصل. عندنا بوراته هنا يا شيف. نعم. عندنا هنا بوراته في مصر. طبعا. فين بقى؟ في المطاعم الفرنسيه. بس لا انا قصدي بتتباع. بتتباع طبعا. فين بقى؟ وبتتعمل مخصوص. بتتعمل مخصوص. قلت لي انك انت شاطره قوي في سلطه النسواس. سلطه بتحبيها؟ بموت في النسواس. يعني هم اكتر سلطتين بحبهم برضو من السلطات الايه المطبخ الغربي. بتحب تاكليها ازاي؟ النسواس لازم يكون فيها انشوجه ولازم يكون فيها بيض. حلو. وبصل. ما شاء الله. وطماطم. حلو. وبطاطس. حلو. انت جبت اهم حاجه فيها الانشوجه دي اساسا. انشوجه احلى، هي اللي بتخلي طعمها احلى طبعاً. حاجه مش موجوده الانشوجه ممكن نستخدم تونه. بس دي كده بقت تونه سالد. ما بقتش ما بقتش نسواس. لا انا دايما بحط بدايل لان المطبخ ما هوش لا دستور ولا قاعده. بس اي سوبر ماركت فيه التونه الحلوه اللي على المسقعه دي. شكلها تحفه. شفت ازاي حلوه قوي. قرن الفلفل الحار عليها. انا جوعت يا شيف. انت جاي تعذبني. قولي لي الخيار ايه اخباره؟ السلطه فظيع. يستاهل بقك حبيبتي. خطير. حطيه هنا كده نقطعه نحطه هنا. ساعديني بقى. احط لك الخيار هنا.
عايزين من حضرتك بقى بما انك انت معانا في الاتيكيت وتنظيم السفره وليك ملاحظاتك على السفره والعين بتاكل أيوة. شويه نصايح من حضرتك كده ناخدهم كده نحطهم على السوشيال ميديا حبيبتك. ايه هي بقى النصايح؟ نصايح تخص المطبخ يعني وتخص السفره. شفت البسبوسه دي؟ متناسقني شكلها حلو قوي. تاخد الشربات تاخد الشربات تاخد الشربات حلوه حلوه. شوش لا ده ريحه كمان يعني انتوا لو قاعدين معايا في الاستوديو الريحه خلاص. هي بتلف انا مش ماسكها هي اللي بتلف لا هي حلوه قوي 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 وريحتها تجنن. انا احبها ساده ريحتها تحفه. ايوه فيها طعم الفانيليا هي بجد شكلها مش محتاج حاجه تاني. زي الفانه وشيف واديها شربات زي ما انت عايزه وسمنه بلدي بس ده مش كتير كده بس ما هي تشربه. انا نفسي يا شيف تعمل لي مره بسبوسه دايت. اتعملتها انا بسبوسه ده بجد ده انا بهزر ده بجد ممكن اقول لك اتعمل ازاي. ازاي البسبوسه الدايت؟ انا على فكره عندنا في البرنامج بتاعنا يوم الاحد من كل اسبوع اكل صحي. اوكي تقدري تاكلي ام علي ريجيم تاكلي البسبوسه دايت تاكلي الكنافه دايت. الكنافه ايه هي؟ دقيق وميه العجينه. اوكي وسمنه بلدي بلاها السمنه البلدي. نحط ايه بدلها؟ سمن نباتي. اوكي قليل او زيت ذره عادي بس زيت ذره يا استاذه مي مش هيبقى لطيف ما تغشيش غلط. المهم البسبوسه عايزه تعمليها اذا تعمليها دايت تستخدمي الزبادي الهيلسي من اي سوبر ماركت. طب بس هتعمل ايه في الشربات؟ ما الشربات تجيبي سكر فواكه يا فندم ينفع وبلاها تحط شربات سكر فواكه. الله تحط شويه عسل والعسل كده مفيد. طب يعني في مخارج كتيره وبدايل كتيره في انك تستخدميها للاكل الصحي. خلينا نقول ان هي هتبقى صحي اكتر شويه من الطبيعي. ايوه ما انا دايما برافو عليك انت كده جميله ومتالقه. الاكل الصحي مش لازم يكون صحي 100% انا يكون عندي يوم في الاسبوع بنسبه 80 60 90% الاكل هيلث بتاعي صح واستمر على كده. هو ده لا ده اهم حاجه. الام علي بقى ام علي تعملها ازاي هيلث؟ الالموند ميلك اللي هو صح ولا لا نجيب ايوه مظبوط نجيب الحليب اللي هو قليل الدسمه بلاها المكسرات نستكفي بالجوز الهند والزبيب بس. الزبيب ما فيش مشكله منه منتج جيد جدا للسكريات. بلاها الفول السوداني في المكسرات يبقى عندنا جوز الهند وزبيب بس كفايه. ونيجي بقى للعيش او اللي جه للخبز بتاع ام علي. ام علي في الاصل ايه؟ من زمان من قديم الزمان اللي هو العيش واللبن. اوكي احنا نجيب التوست بتاعنا الملبه توست يتحمر في فرن كويس ونحط عليه الحليب القليل الدسمه وشويه الجوز الهند وشويه الزبيب بقت ام علي رجيم عادي. اوكي زي الفل هسميها نص رجيم ونعمل فتر نص رجيم نص رجيم, نص رجيم. نيجي للفاهيته بتاعتنا الجميله نقلبها مع بعض. ايه اخبار سلطه الخيار؟ تمام انا هتاكل دول بس النهارده بجد والله دول كفايه قوي عشان طيب عايز تيجي اعمل لك تاني براحتك عادي. انا عايز بس اخليكي ايه نتعلم مسكه السكينه من الاستاذه ريهام. دي كده يا شيف يعني بنهزر. خلي دي هنا كده ده انت كده قلبه السكينه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا نعم خلينا نعرف مسكه السكينه مين. يا ملاح نعم يا ست الكل اموريني. نعمل الرواية باللحمة الضاني ممكن نعمله. انت عايزاه باللحمة الضاني نعمله باللحمة الضاني ممكن نعمل. طيب حاضر في متصلة من المشاهدين والمعجبين والمتابعين للبرنامج بتاعنا بتسأل نعمل الرواية باللحمة الضاني. طالما رواية باللحمة الضاني بنجيب المفروم ضاني. اوكي طب ما فيش مفروم ضاني حتة كندوز هبرة حلوة بنفرم عليها حتة ليا ضاني خدتنا للحمة الضاني. اوكي ونجيب اللحمة نعصجه مع بصلة وتومة وبعدين نحط الرقاق في الشوربه بتاعته وبعدين نعمله طبقات وفي النص طبعا المفروم بتاعنا الجميل الضاني وندخلها الفرن. ده بحب اللحمه الضاني يا شيف. انا عاشق للحم الضاني خاصه الكتف الضاني لما يتعمل كبسه او يتعمل في الفرن كده روستو. شفت الفاهيته بقى خلينا نعمل ايه. انا بحب اللحمه البتلو. ايوه ست كل اتفضل. الله حلو السؤال ده جميل جدا يا استاذه مي. ولادنا ياكلوا ايه في الامتحانات تنصحيهم بايه يا استاذه ريام؟ في عشان ما يناموش بدري ويركزوا في الدروس بتاعتهم. بص بقى يا شيف اتفضل. انا ابني وهو صغير يعني ابن حضرتك عمر. اسمه عمر وعنده 7 سنين دلوقتي. طب ليه ما قلتليش اللي عايزين عمر نشوفه بيحب ياكل ايه من ايد حضرتك؟ لا ما عمر ما بيحبش ياكل قوي من ايد حضرتي. خالص لا يعني بص من ايد حضرتك وهو صغير وهو صغير عارف لما يبقى عندك عقده ان انت ما بتاكلش اكل كتير فعايز تطلع ابنك ان هو بيحب كل حاجه. حلو فاكلته سبانخ واكلته البسله وال اسمه ايه السويت بوتيتو اسمها ايه
بطاطا. جربت معاه كل حاجه. جربت معاه كل حاجه وحبوهم جدا. حلو. ولما كبر كان لسه بيقعد ياكلهم لحد ما دخل المدرسه وابتدى يشوف بقى ايه البيتزا والهامبرجر يعني فتحت على الحاجات التانية. ابتدى ايه يتعدي. حلو. في الاول الصراحه كنت مبسوطه لان انا كنت بتعب جدا في السفر. حلو. يعني وانا مسافره كنت اخد معايا في الاوتيل كيس ملوخيه كيس والله العظيم عشان اعرف اكله. يحب الملوخيه، الاطفال كلهم بيحبوا الملوخيه والرز. وكان بيتعبني جدا في السفر ان انا بجد بشيل معايا الحاجه علشان نعرف نعمل له اكل في الاوتيل. بعدين بعديها بشويه ابتدى بقى ايه يسهل عليا شويه موضوع ان هو ممكن ياكل همبرجر. كان ما بياكلش خالص الحاجات دي ولا يعرف طعمها. حلو. دلوقتي بقى طبعا ايه الهمبرجر ده اكلته المفضله. حل. بس على قد ما بقدر. هو لسه يعني الغدا لازم هيكون فيه يا فراخ يا لحمه يا سمك. ده اساسي. اكيد هيبقى فيه خضار ورز وسلطه. حلو. لازم ياكل يعني طالع لمامته برده بيحب طبق السلطه يكون متواجد على السفره. لا انا بالنسبه لي الموضوع ده لازم اساسي عندي السلطه. حلو. اصل هي مفيده كمان جدا يعني السلطه دي طبق مش بس بنسميها دايما عروسه السفره. وناس كتير بتفتكر ان هم يعني بيعملوا سلطه علشان يعني يملوا بطنهم. بمناسبه الاتيكيت وتنظيم السفره طبق السلطه هو مثابه اللوحه الفنيه اللي الست بتترجم حبها لاسرتها. كفايه الوانه. كفايه الوانه. بص احنا واقفين في طريقه التقطيع. اتكلمنا على سلطه البنجر واتكلمنا عن سلطه النسواز. حاضر. واتكلمنا عن حاجات كتير. طب نلف كمان فايقرك في سندوتش الفاهيتا بتاعي ده، بتحب الجبنه الشيدر ولا الموزاريلا مع الفاهيتا؟ موزاريلا. موزاريلا. وانت؟ انا بحب برضو الموزاريلا لانها بتبقى مطاطيه كده وطعمها حلو. فظيعه. انا احب الموزاريلا اكتر من الشيدر، هعمل كمان واحد بس كده عشان خاطر عمر ابن حضرتك. ميرسي يا شيف بجد. شكلهم حلو قوي. دي الفاهيتا طبعا المفروض تتحط على جريل وتاخد الشكل بتاعها الجميل. اوكي. اهوت ادي كده الفاهيتا عملناها وسلطه الخيار الاستاذه ريهام عملتها. فظيعه. نعمل دول كفايه. احنا خلصنا وقتنا، خلينا نتبل دي بسرعه كده. فص توم ني. سلطه الخيار النهارده بالتوم والصويا صوص. اوكي. طبق المخللات بتاعنا ده، طبق المقبلات. وطالما حطينا صويا صوص يا استاذه ريهام ما نحطش ملح. اوكي. هو ملح. هو لا ما ينفعش خالص، طالما استخدمت صويا صوص ابعد عن الملح وما تجيبوش في سكتي خالص. اوكي. اهوت كده السلطه دي خلصت. على فكره طبق مقبلات صحي من الدرجه الاولى. اوكي. عليه رشه زيت زيتون. زيت زيتون. ده طبق المقبلات بتاعنا، ده يكفي الاستاذه ريهام. طبعا. حلو. خيارتين. انا عايز حضرتك تعملي له برزنتيشن كده لطيف بعود النعناع ده، عايز اشوف مكانه فين في الطبق. اتفضلي اديني عود النعناع. بص بقى الاستاذه ريهام وهي بتجرنش الطبق السلطه بدي. سجل يا تاريخ. ايه الحلاوه دي؟ مش معقوله. تسلم ايدك. فظيعه. ورده. على فكره التاتش ده مهم جدا. طبعا. ما تستسليش بيه. والله لا انا بص هقول لك على حاجه. سيبك احنا دلوقتي بنهزر في الحته دي. خلينا نتكلم شويه كده. لكن هو فعلا هي بتبقى تاتش صغيره قوي بتحلي شكل الطبق كله. يعني ومش كتير. يعني في ناس تقول لك انا هزين الطبق كله من هنا ومن هنا ومن هنا ومن النص وكده، لا ما بيبقاش حلو. خد التاتش ده كده بقى. ايوه. خد التاتش ده كده. الله الله. شفتي دي بقى؟ هي دي. فظيعه. هي دي. طيب. حلقتنا النهارده بجد مميزه. معانا نجمتنا وضيفتنا النهارده هي عاشقه للمطبخ، بتحب المطبخ، مفيش حاجه اسمها مش بتحبها عشان ما يبقاش احنا جنين على حد. هي بتحب المطبخ، بتحب تاكل من مامتها وده الطبيعي. طالما انا ام عايشه على وش الدنيا انام تحت رجليها واكل الاكل الحلو بتاعها واخد دعاها واخد رضاها في الدنيا. وكمان عاشقه للاتيكيت وتنظيم السفره وبتحب شغلها جدا والسوشيال ميديا اللي احنا لما نيجي على حد او نروح على حد لازم نتظلم. السوشيال ميديا على فكره دي بحر من طبعاً. التفاصيل طبعا. معانا طبعا الاستاذه ريهام الشيخ، نورتنا النهارده في الاستوديو. وهي بجد. طبعا مش ضيفه، هي صاحبه مكان. ميرسي يا شيف، وانبسطت قوي ان انا كنت معاك النهارده. لا طبعا اكسبيرينس يعني جديده عليا. اول مره اعمل انا الحاجات دي. وان هي كمان بجد اكتشفت فيها الام المثاليه، ان هي تقول لي اخد كيس الملوخيه من ضمن حقيبه السفر ومتطلبات السفر والكلام ده بيحصل. انا اصلا عندي بنوت تحب فعلا ملوخيه مع رز. ايوه طبعا. بتاكل اي حاجه عايزه ملوخيه ورز. ملوخيه ورز يا بنت الناس، في هي ملوخيه ورز كلنا اتربينا عليها. فاشكرك يا ست الكل، نورتيني. انت ربنا يخليك. انت بوجودك وبنورك. وميرسي جدا على استضافتك ليا النهارده يا شيف. وانا انبسطت النهارده. هاكل شاورما. ماما عامله شاورما ولا بتاكلها بعزومه؟ هاكلها. هاكل شاورما يعني هي هنعمل رز بويلد مسلوق. حلو. ومعاه شاورما معموله بطريقه مامتي بس هي مش هتقول لك عليها. طيب. صحيه. حلو. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا. شكرا استاذه ريهام. ميرسي لحضرتك. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى، وضيوفنا الجميلات المتالقين دايما على شاشه القناه الاولى بنشوفهم كل يوم مختلف. برنامج مميز السنه دي زي رمضان في مصر حاجه تانية، وعلى شاشه القناه الاولى هو كمان حاجه تانية. منين يا مغازي؟ من مسبيرو.